حضارات ما قبل الطوفان. قبل الطوفان العظيم طوفان نوح كانت ثم حضارة عالمية متقدمة جدا، فإن العصر الذهبي للتكنولوجيا كان موجودا بالفعل على هذا الكوكب قبل أكثر من 12,000 سنة. سوف تجدون أن تلك الحضارات كانت ملمة بالتقنيات والعلوم الفائقة وأسرار كثيرة أخرى، وكانت تستخدمها بطريقة أكثر فعالية وأكثر روحانية مما نستطيع الحلم به اليوم. ورغم هذا كله لا زالت مؤسسات علم الآثار والتاريخ الرسمية تقوم باختلاق القصص الوهمية وتسميتها حقائق ثابتة متجاهلة بكل بساطة. كل تلك الإثباتات والدلائل الهائلة تابع إلى النهاية لكي تعلم ما أخفي عنك الحقيقة الغائبة. ما بين آدم ونوح 10 قرون، فهل من الممكن أن تكون البشرية عاشت هذه القرون في بدائية كما يدعي البعض؟ وإذا تأملنا عالمنا اليوم، ففي 100 عام الأخيرة هناك الكثير من الاختراعات التي غيرت وجه العالم، فكيف للذين عاشوا 1000 سنة في بدائية كما يزعمون؟ فماذا لو تأملنا قليلا بالأهرامات، كيف بنيت وما كان الغرض منها؟ هل لأجل السياحة؟ طبعا لا، هذا نقطة في بحر ألغاز الماضي. ما كان اهتمام العلماء بالحضارات القديمة عبثا، بل لجوءا. إن الأرض التي خلقها الله وضع فيها الطاقة المغناطيسية التي تتقابل مع الطاقة المحفظة في القبة السماوية، وهذا الأمر يولد تيارات كهربائية إذا وضعت المكثفات والمستقطبات المناسبة. تلك الحقيقة أعاد اكتشافها نيكولا تسلا قبل أكثر من قرن، ولكنها كانت معروفة بالنسبة لبشر قبل الطوفان، الذين استطاعوا تسخير التيارات المغناطيسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق النصب الحجرية. كان الهدف منها تحويل مغناطيسية الأرض من الأمواج المتعرجة إلى الأمواج المستقيمة. وهذا ما أثبته جون ميتشل عندما قال أن جميع النصب المنتشرة حول العالم ما هي إلا أعمدة لتسخير الطاقة عن طريق تحفيز أشعة الشمس. وفي منشور في كتاب التاريخ المحرم بعدما اعترفت اللجنة العليا للأبحاث في وجود شبكة طاقة العنكبوتية قبل آلاف الأعوام، وخصوصا بعد صدور كتاب طاقة الهرم العظيم الذي أشار فيه المؤلف كريستوفر دون أن المسمى الحقيقي للأهرامات يجب أن يكون مصانع الطاقة وليس المدافن. لا يمكن للهرم توليد الطاقة العظمى إلا إذا كان مبنيا بدقة هندسية فائقة وبالشكل الهرمي، وهو الشكل الذي يدرج الطاقة على أعلى مستوياتها. والأمر الذي قد لا تعلمه بأنه يوجد حول العالم آلاف الأهرامات المنتشرة في مصر والسودان وسواحل بيرو في البرازيل والصين وروسيا الجنوبية وفي أوروبا، بالإضافة إلى جزر برمودا الغارقة التي تم اكتشافها مؤخرا، والأمر الذي حل لغز ذلك المثلث، والمعابد الهرمية القديمة في الهند ومدرجات فلوريدا وزاقورات العراق، أضف إلى نصب بلاد الشام، وهذه كلها مصانع لتوليد الطاقة ونقلها عبر شبكات الطاقة في الأرض، والأمر نفسه الذي طبقه نيكولا تسلا. حضارات ما قبل الطوفان. تؤكد العديد من الشواهد الأثرية والأبحاث على أنه كانت توجد حضارات متقدمة جدا قبل طوفان نوح، وكانت منتشرة في عموم الأرض وليس في مكان واحد فقط. تقدمت هذه الحضارات حتى أنها تحدت الله عز وجل، فعاقبها الله بالهلاك بالطوفان العظيم الذي أغرق الأرض كلها ولم يبقى من مظاهر هذه الحضارة شيء. حضارة عاد الأولى. حضارة متجبرة ومتقدمة لأناس كانوا ضخاما في الحجم عن باقي البشر في ذلك الوقت، وتجبروا وأفسدوا في الأرض فسادا كبيرا حتى أهلكهم الله لفسادهم، كما ذكر القرآن الكريم أنها كانت حضارة لم يخلقوا مثلها في البلاد. تفوقت هذه الحضارة في كل الاتجاهات، في العلم والقوة وأيضا في الظلم والتجبر، وقد هلكت بسبب الطوفان مع غيرها من الحضارات الأخرى كحضارة المايا والحضارة المصرية القديمة، وأنهم كلهم كانوا معاصرين لقوم نوح وأفسدوا في الأرض فسادا كبيرا حتى جاءهم الطوفان، ومن نجا مع نوح هم من عمروا الأرض مرة أخرى وقامت حضارات أخرى على أنقاض الحضارات القديمة. حضارة واد النيل. الحضارة المصرية القديمة أيضا كانت حضارة متقدمة جدا. دعونا نتوقف عند النقوش والرسومات التي تظهر على ألواح تركتها الحضارة المصرية، أقلها ما نسأل عن ما سبب رسمهم للمصباح، ما سبب نقوشهم للطائرات المروحية والأطباق الطائرة والغواصات والكثير من الرسومات. حضارة أطلانتس. امتلكت أدوات تشبه الطائرات وعربات آلية تحرك كالسيارات ومدينة مضاءة بالكريستال، فقد وصفت بجنة الله على الأرض، كل شيء فيها كان جميل الصنع، وتميز شعبها بأنهم أرقى شعوب الأرض. امتلكوا الكثير من المعارف الهندسية والعلمية والتقنية المتطورة، قاموا ببناء جسور وشبكات الري والموانئ، إلا أن الأهرامات الكريستالية المضاءة هي
في عقر مثلث برمودا، وحكمت هذه الحضارة العالم لقوتها وتطورها المذهل. حضارة المايا والإنكا والسومريون، كل هذه الحضارات التي ما زالت أثارها شاهدة على تقدمها من خلال مجسمات تركتها الحضارة حينذاك، كمجسمات طائرات لشعوب الإنكا والمعروفة باسم توليما، والتي أثبتت دقة دراسة تلك المجسمات وقدرتها على الطيران. بطاريات كهربائية كشفت في العراق عام 1938 ميلادية، بالإضافة إلى أوعية نحاسية تم تلبيسها كهربائيا بالفضة، وتعود إلى 2500 قبل الميلاد. جمجمة كريستالية لحضارة المايا، قطعة كريستالية تعود لحضارة المايا، عبارة عن جماجم بشرية اكتشفت عام 1912 ميلادية، وتشير بشكل واضح بأن عملية الحفر تمت بواسطة آلات معقدة ومتطورة جدا، وخرائط جغرافية دقيقة جدا تعود لقرون، وتظهر فيها سواحل أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي يبدو خاليا من القشرة الجليدية، مع العلم بأن آخر أجزاء القارة المتجمدة الجنوبية كانت خالية من الجليد قبل عام 4000 قبل الميلاد. وأظهر السومريون القدامى إلمام واسع ودقيق بعلم الفلك كتحديد هوية ومواصفات الكواكب التسعة في نظامنا الشمسي، وكذلك معلومات تفصيلية مثل معرفة الأقمار الأربعة الرئيسية لكوكب المشتري، وهذا معلومات لم نتعرف عليها في هذا العصر سوى بعد اختراع التلسكوب. تكنولوجيا متطورة جدا قبل الطوفان، كل الشواهد تؤكد على تطور تكنولوجيا رهيب كان موجود قبل آلاف السنين، حتى الباحثين قالوا أننا الآن برغم التقدم الهائل الموجود الآن لم نصل إلى ما وصلوا إليه بعد. مصباح معبد داندرا، على جدران معبد داندرا في مصر تم اكتشاف لوحة غريبة جدا، وهي عبارة عن مصباح كهربائي، والأكثر غرابة من ذلك وجود رسومات لطائرات وغواصات وأطباق طائرة على جدران المعابد المصرية القديمة. ففي أبيدوس يظهر واضحا رسمة لطائرة هليكوبتر ومركبة فضائية، وهو شيء محير جدا، والسؤال هل عرف الفراعنة الطائرات وإلى أي مدى وصل العلم عندهم؟ كل هذه الشواهد وما زال البعض ينكر وجود تطور تكنولوجي في القدم قبل الطوفان وبعده، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية واحدة في القرآن الكريم ثلاثة حضارات مختلفة وأسباب هلاكهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فمن الطبيعي بأن هناك الكثير من الاكتشافات تمت إخفاؤها من قبل أصحاب المحافل، ولكن الحقيقة لا تخفى، فيجب أن تعلم بأن هناك من يريد أن يكون سيد هذا الأرض. فلماذا منع نيكولا تسلا من تطبيق نظريته لتوليد الكهرباء كما في حال الأهرامات، والتي هي خالية من الخطر وصحيا بحيث خلايا الجسم؟ وهذا ليس بخيال بل حقيقة، هذا ما تكلمنا به في الجزء الثاني، ولكن ما في الجزء الثالث؟ الحقيقة الكاملة وراء الأهرامات.